بسم الله الرحمن الرحيم. يقوم مكتب رعاية أسر الشهداء في ريف حلب الشمالي جمعية أحلام الطفولة بتوزيع الكفالات المقدمة من هيئة الشام الإغاثية عن أشهر أيار وحزيران وتموز لعام 2014، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقوم مكتب رعاية أسر الشهداء في ريف حلب الشمالي جمعية أحلام الطفولة بتوزيع الكفالات المادية المقدمة من هيئة الشام الإغاثية، وذلك عن أشهر أيار وحزيران وتموز لعام 2014، والحمد لله رب العالمين.